بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات، أهلا وسهلا بكم. الدبلومات الفنية إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن كام سؤال كده بيقول بخاطر إمتى موعد النتيجة، ظهور نتيجة الدبلومات. عندي سؤال تاني، طيب هو بعد النتيجة ما بتظهر بننسق إمتى؟ إن شاء الله التنسيق بيتم إمتى وإيه اللي بيتم كده وفين موقع التنسيق بالظبط؟ طب هنتكلم مع بعضنا برضو عن بعض الاستفسارات برضو اللي بتهمنا. اولا انت بتحسب من يوم ما خلصت امتحانات، كان اخرك في الامتحانات النظرية كان يوم 8 وبعد كده بدأت الامتحانات العملي، تعد كده حتى من امتحانات النظري تبتدي تعد من نهايتها للتمانية كده تعد من يعني حوالي شهر، يعني ان شاء الله بكتير في الاسبوع الاول من شهر 7 هتظهر النتيجة. هتظهر النتيجة علشان خاطر بعدها باسبوع على طول، يعني ابتداء مثلا من يوم مثلا 10/7 يبتدي بقى تيجي ايه دور تاني، اللي عنده الله لا يقدر دور تاني في امتحانات الدبلوم. فالنتيجة كده ننتظر 25، يعني مش بتهيألي مش هتيجي قبل العيد، هتيجي بعد العيد. والنتيجة خلي بالكوا بتاع الدبلومات حاجة كويسة بتكون في صالحك، لما النتيجة بتتأخر بتكون في صالح الطلاب. ليه؟ لأنها بتترفع وللوزير أو غيره بيرجع يقول لك ارفع النتائج شوية، اذا كان في مثلا طلبه كان مثلا من السنه اللي فاتت او غيره، فبرضه دي بتبقى ايه يعني كويسه في صالح الطالب ان هي النتيجه لو اتاخرت، فما تقلقش النتيجه لو اتاخرت وغيره. لكن هي عامه مش هتتاخر لان في جدول زمني بتعمله وزاره التربيه والتعليم ان في امتحانات دور تاني بعد كده. فانت دلوقتي موعد نتيجه الدبلوم بتاعك قدامك تعد من يوم 8 كده شهر، يعني قلنا يوم 7 كده مثلا، 7 مثلا النتيجه ممكن بتاعتك تظهر. طب هتعرف منين؟ تابع القناة، يا ريت ما تنسناش دلوقتي تحط لايك وتحط تعليق تم تحت، ويا ريت كمان تحط رقم جلوسك وانت تابع دبلوم ايه، زراعي صناعي تجاري فندقي، تحطه تحت عشان اول ما تظهر النتيجة هنبلغك على طول يجيلك اشعار. فانت هتشترك في القناة، هتفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك اشعار على طول ان شاء الله بالنتيجة، ونكون اول ناس تقولك مبروك بالنتيجة ان شاء الله. طيب كده في بقى بعد كده قلنا ممكن من يوم 10 او يوم 15/7 يجي امتحانات دور تاني لحد اخر الشهر. طيب الطلبه برضو الله لا يقدر بنقولها برضو، طالب لا يقدر اللي عنده هيجيله 3 مواد، فده للاسف بيبقى ايه راسب، وبيجي السنه الثانيه يجي ساعه الامتحانات يخش في الثلاث مواد دول. لكن لو طالب جاب مادتين بيخش دور تاني اللي هم ما بيعرف النتيجه في دور اول اللي قلنا عليها بعد شهر، بيبتدي يخش دور تاني في الايه في المادتين اللي هو دخلهم. طيب نبتدي بعد كده التنسيق. التنسيق حط في دماغك طلبة الدبلوم بعد تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، بتخلص تنسيق أنت بعديهم بأسبوع على موقع وزارة التعليم العالي بينزل التنسيق بتاع حضرتك. أنا هسيب لك في الديسكريبشن تحت في صندوق الوصف بتاع الفيديو تحت اللينك بتاع النتيجة، ازاي تعرف نتيجتك. بعد كده هنزل لك شويه فيديوهات في اللينك برضو تحت في صندوق الوصف تحت، سيب لك شويه فيديوهات برضو روابط فيديوهات ان انت ازاي تخش على موقع التنسيق. احنا برضو منزلين على القناه بعض التنسيق بتاع السنه اللي فاتت عشان تبقى عارف ازاي هتخش هتنسق. هنعرفك برضو ان شاء الله ازاي تسجل الرغبات بتاعتك صح عشان ما تقعش في مشاكل، ان طلبه كتير حصلت ودخلت في مشاكل معاك واحده واحده ان شاء الله لحد ما تكمل معهد او تخش كليه او تعمل معادله او غيره. احنا معاك واحده واحده ان شاء الله. اتمنى ما تنسناش بدعمك للقناه بداي لايك، مش هتخسر حاجه والله، ولا اشتراكك في القناه عشان يوصلك مننا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.